مشاهدينا صباح الخير، وبنرحب حضراتكم حلقة جديدة من ملفات، ملف جديد بنفتحه واحنا مع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 واختيار رئيس لمصر حتى 2030. بنتكلم عن الـ AI أو الذكاء الاصطناعي ودخوله على خط الانتخابات الرئاسية، وده بيخلي الموضوع أو العملية الانتخابية إلى حد ما معقدة وبتعتمد على كتير من العوامل والتغييرات غير المتوقعة بأي شكل من الأشكال، من بينها مثلا مشاركة الناخبين والتغيرات السياسية والاجتماعية. وعلشان كده من الضروري جدا مشاركتنا كلنا، مشاركتنا جميعا، والسؤال دايما ما بيكونش من ستنتخب ولكن يجب أن تنتخب. ومن هنا بنتكلم عن استخدام الـ AI أو الذكاء الاصطناعي في تشويه الصورة واستخدامه في هذا التوقيت تحديدا بشكل سلبي من جهات مغرضة لتشويه العملية الانتخابية في مصر، وخاصة أن العالم كله أنظاره هتتجه من الغد لمصر علشان يراقبوا العملية الانتخابية بكل الأشكال، وخاصة أن احنا عندنا متابعين من جهات ومؤسسات دولية بيتابعوا العملية الانتخابية. مش هقول مراقبتها لأن احنا لا نحتاج لرقيب ومصر لا تحتاج لرقيب، ولكن العالم كله بيسلط الأضواء ودايما على مصر. يسعدنا يكون معانا النهاردة مهندس يوسف الدالي خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ومهندس يوسف بنرحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا بعليك فندم. أهلا بالسادة المشاهدين. عملية معقدة قوي وقلق شوية الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية بعد ما سمعنا حكايات الصين والولايات المتحدة الأمريكية واستخدامها لحسابات مزورة وما إلى ذلك. هنتكلم عن ده بالتفصيل، لكن اسمح لنا نبدأ بتقرير وبعده نفتح الملف. خلينا نتابع. حققت مصر إنجازات كبيرة في مجال التحول الرقمي من خلال ميكنة قواعد البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بعضها ببعض، وإتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أسرع وأكثر سهولة ويسر. وفي عالم تقوده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عززت الحكومة جهودها لضمان وصول الخدمات كافة للمواطنين للانطلاق نحو مستقبل أفضل من خلال تطوير واستغلال التكنولوجيا لتقديم أفضل الخدمات، لا سيما في تسهيل المشاركة في العملية الانتخابية مع إجراء انتخابات الرئاسية في دولة مثل مصر، إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، ويتم ذلك عبر المساهمة بالمعلومة عن الدعاية الانتخابية للمرشحين والتعريف بأماكن اللجان الانتخابية والطريقة الصحيحة للاستفتاء لحصول المواطن على بيانات صحيحة موحدة ومتكاملة من المصادر المتنوعة وتوفيرها بشكل سريع وموثوق به. لا شك أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم لغة العصر، لذا وضعت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لتشمل إقامة كليات للحاسبات والذكاء الاصطناعي في عدد من المحافظات بما يغطي أنحاء الجمهورية كافة، بالإضافة إلى إتاحة التدريب والتعليم وجمع قدر هائل من البيانات لتدشين تطبيقات تهدف إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات. مرحبا حضراتكم مشاهدينا، بعد ما تابعنا التقرير هنفتح حالا ملفنا مع المهندس يوسف الدالي خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. مهندس يوسف مره ثانيه برحب بحضرتك. ايه بقى ايه علاقه الذكاء الاصطناعي بالانتخابات الرئاسيه في مصر؟ احنا يعني سمعنا يعني ما خلاص ما اثير عن الانتخابات الامريكيه ودخول الذكاء الاصطناعي فيها والصين وروسيا وما الى ذلك، احكي لنا كده. وفي الحقيقة الذكاء الاصطناعي دخل في كل المجالات، يعني احنا كنا بنتكلم من فترة عن الذكاء الاصطناعي في التعليم، الذكاء الاصطناعي في الصحة، لكن طبعا احنا مصر يعني داخلة على حدث مهم جدا اللي هو الانتخابات الرئاسية، فعندنا الذكاء الاصطناعي لم يعني مش هيخلي الـ اي مجال مش هيقتحمه. طيب الملف بتاعنا اللي هو الذكاء الاصطناعي والانتخابات الرئاسية لازم يكون عندنا وعي كامل للصور
والفيديوهات اللي بتنزل على الانترنت، لان انا ببساطه جدا ممكن استخدم الحدث ده في تشويه صوره احد الناخبين او اثر على العمليه الانتخابيه بتحويل بقى صور مفبركه او عمل فيديوهات غير واقعيه، اشوه الصوره، حتى ممكن مش اشوه بقى صوره مرشح، ده انا ممكن اشوه صوره مصر للعالم ان في اختراقات او في اي ما يشابه مثلا بحاجه سيئه جدا بتمر في العمليه الانتخابيه. طب أنا هنا عايزة أقف مع حضرتك علشان إحنا نكون ملف دقيق، ولأنه لسه شائك للعالم كله، علشان كده في استراتيجية دلوقتي وقرارات صارمة من العالم كله للتعامل مع الذكاء الاصطناعي وقلق عالمي. دلوقتي حضرتك بتقول إحنا الصور اللي إحنا ممكن، يعني أنا دلوقتي لو في اللجنة بتاعتي وأنا عملت صورة فيديو مثلا للجنة أو صورة عادية، مظبوط، ممكن حضرتك تقول لي الخطوات اللي أنا أعملها علشان أكون حريصة أن ما يتمش استغلال هذه الصورة أو الفيديو ده بشكل مسيء من خلال الـ AI ويتم استخدامه بشكل سيء؟ هو للأسف مش هبقى فيه رقابة، يعني أنا مش هقدر أن أنا أعمل أي احتياطات غير أن أنا أطلع الصورة الحقيقية أو أطلع الفيديو الحقيقي، عملش أي فابريكيشن بقى بالظبط كده بقى. لكن طبعا في الاستخدام لكن هيتم السيء. استخدامها من بالظبط كده، هيبقى في استخدام سيء للعملية دي بطريقة أن أنا أشوه بقى الصور، أقول مثلا أن في لجان مثلا فيها اختراقات مثلا مش مظبوطة، في مثلا صور المرشحين داخل فيه، اللي انا اخترق الصمت الانتخابي واعمل اي بلبله او اي نوع من التشويه او اي نوع من الاخبار الكاذبه عشان اشوه الصوره بتاعه الانتخابات. فبالتالي هو اصلا الذكاء الاصطناعي ما فيش ميثاق اللي انا اقدر استخدم الذكاء الاصطناعي في الايجابيات والسلبيات، يعني دايما في الحكومات النهارده بتحاول ان هي تحط ميثاق عمل او استراتيجيه للذكاء الاصطناعي ان هي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الايجابيات. طيب السلبيات طبعا، يعني في ناس بتستخدم الذكاء الاصطناعي في الجانب الخاص بالسلبيات، طبعا في صور وفي برامج بتاكد ان الصور دي مش حقيقيه، الفيديوهات دي مش حقيقيه، بس طبعا مع اختلاف التوقيت. احنا كنا زمان كنا بنتكلم اما كنا مثلا بنركب صوره على صوره او بتلاقي مثلا صور مفبركه كنا بنقول الصوره دي معموله بالفوتوشوب، دي التول اللي كانت موجوده ساعتها. لكن النهارده في يعني الذكاء الاصطناعي والثوره الصناعيه الرابعه والتطور الهائل لنظم المعلومات، مش هقدر ان انا احط رقابه واقول الصوره دي معموله بالذكاء الاصطناعي معموله لكن مش عاملها بالفوتوشوب. النهارده مفيش خلاص استخدام الفوتوشوب، بس بقى في الاي اي هو اللي هيبقى منتشر دلوقتي. بس بيتم الكشف عنها بسهوله يوسف ولا لا؟ لا طبعا، يعني في برامج، هل يعني بيتم التعرف على ان دي لا دي مفبركه عن طريق الاي اي دي؟ طبعا في يعني في برامج، احنا شفنا مثلا لو كنا بنتكلم عن حمله ترامب والانتخابات الرئاسيه الامريكيه كان في صور خاصه بترامب وهو يعني في اكتر من مثلا نقول في اكتر من حاجه، ففي برامج طلعت قالت لا الصور دي معموله بالاي اي، ورفعوا قضيه على الشركات الخاصه بالاي اي. في ناس طلعت قالت لا الصور دي حقيقيه، فبالتالي انا مش هقدر ان انا افرق بين الصور الحقيقيه وان الصور المفبركه، بس هقدر ان اعمل وعي، واعمل وعي للناخبين، اعمل وعي للناس، اعمل وعي للمواطنين، اللي انا اقول الاستخدام الجيد لتكنولوجيا المعلومات، اللي احنا ما يعني ما نحاولش اللي احنا نأثر على الحدث ده باللي احنا نستخدم السلبيات الخاصه بالحاجات يعني الغير واقعيه في العمليه الانتخابيه. طيب احنا كنا تقابلنا مع حضرتك من فترة وفتحنا ملف اخر مع حضرتك وتكلمنا على اننا لازم نفتح ملف الذكاء الاصطناعي بشكل اكبر، يمكن النهاردة جات الفرصة واحنا خاصة وتحديدا في العملية الانتخابية. خلينا نروح لانشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي واطلاق الاستراتيجية القومية ايضا للذكاء الاصطناعي، معناها ايه؟ طبعا هي الحكومات كلها النهاردة بيبقى عندها تطور لتكنولوجيا المعلومات. لو مسكنا اخر ليفل اللي هو الاي اي كان قبل منه او يعني لسه هيخش معايا في نفس الخط الميتافيرس، لان تكنولوجيا الميتافيرس هي تكنولوجيا برضه متطوره وليها برضه سلبيات وليها ايجابيات متطوره جدا.
طيب خلينا نتكلم الميتافيرس دي هنتكلم برضو يعني الموضوع الملف ده صعب جدا, صعب جدا ومرعب وفي وفي, جدا. وفي بعض النقاط المهمه جدا اللي هي يعني تأدينا الى يعني حياه تانية وعالم تاني وقصه تانية خالص. طيب لو بنتكلم على الاستراتيجيه, طبعا الحكومه المصريه اهتمت بان هي تعمل مسوق عامل او استراتيجيه خاصه بالذكاء الاصطناعي في وزاره التكنولوجيا المعلومات, وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات, بان هي تطور اساليب استخدام الذكاء الاصطناعي. طبعا الحكومه بدات ان هي تعمل الجامعات, ودي كانت حاجه صراحه متميزه جدا, وانا كنت يعني يعني حاجه وبقى تخصص الاي اي مظبوط كده, حدث كان مهم جدا وكنت فرحان بيه جدا جدا جدا, اللي الحكومه تبدا تطور في اساليب التعليم وتعمل جامعات خاصه بالذكاء الاصطناعي. طبعا ده هيودينا لايه؟ هيودينا ان احنا هنحط زي مساق عمل لاستخدام البرامج الذكاء الاصطناعي, الجامعات استخدام التعليم واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم, واستخدام الذكاء الاصطناعي بقى مش تعليم بس, ده في كل الفروع الخاصة بيه بالدولة. طيب لو اتكلمنا عن انه الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين, وده حضرتك قلته فيه الفوائد والمخاطر بتاعته, طيب ازاي المواطن هنا يميز بين السلبي والايجابي في استخدامه للاي اي؟ هو الحقيقه المواطن عليه يعني لازم يكون عنده قدر هائل من التوعيه وال يعني يعني مثلا انا بسميه دايما خلينا نعترف ان مش الوعي. كل الناس لسه بالزبط. عارفه ايه الذكاء الاصطناعي بالظبط وعامل بيه ايه, بس كل الناس عارفه اللي بتستخدم, ما تقدرش تستغنى عن الانترنت والموبايل وال يعني وكل الحاجات الخاصه بيه والسوشيال ميديا وخلافه. بس هنا طبعا في امر خطير جدا, اللي انا دايما بستخدم تداول المعلومات والصور والفيديوهات بشكل ممكن نقول مثلا بشكل عشوائي, مفيش يعني حاجه تخليني ان انا يبقى عندي وعي ويبقى عندي امن معلوماتي بالظبط, عندي امن معلومات عن الحاجه بتاعتي بالزبط. طيب احنا كلنا معانا الموبايل بنخش بيه في كل حته, الموبايل ده عليه كل الداتا بتاعتنا, عليه كل الصور, عليه كل الفيديوهات. من النهارده واحنا بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي في دلوقتي زي لينك كده منشور على السوشيال ميديا, لينك عن الفيسبوك بيقول لك مثلا المرشح الفلان عامل باقات مثلا خاصه بالانترنت, تقدر تخش على الـ على الـ على اللينك ده, هو اللينك ده فيك, اللينك ده فيروس, فبالتالي هنا انا بشوه صوره مرشح عن طريق الموضوع ده. فانا النهارده لما اخش على اللينك ده وحضرتك واي حد يخش على اللينك ده, فبالتالي الموبايل بتاعه كده, الموبايل بتاعي جاله فيروس, فبالتالي انا يعني تشويه او الدخول في العمليه الانتخابيه مش شرط عن الذكاء الاصطناعي. احنا دلوقتي بنتكلم عن السوشيال ميديا, بنتكلم عن تكنولوجيا المعلومات بشكل 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 كامل. فلازم يكون المواطن يخلي عنده نوع يعني درجه الامن عنده تبقى عالية جدا, في ان هو ما يشيرش الصور بتاعته, ما يشاركش اي حد في المعلومات الخاصة بتاعته, لان الموبايل بتاعنا او المعلومات بتاعتنا تبقى كلها عليها الفيزا بتاعتنا وكل الحياة بتاعتنا, الباسوردات وخلافه. شفنا كتير جدا بتحصل لهم هاكينج, احنا النهارده في حكومات بتعمل لها هاكينج, يعني في حكومات في بنوك بتعمل لها هاكينج من حاجه صغيره جدا, ممكن يبقى في فيروس يخش عن طريق ايميل يضرب البنك كله. فانا النهارده لازم يكون عندي, بالذات احنا بنتكلم عن الثوره الصناعيه الرابعه, وبنتكلم عن الـ يعني الـ ممكن نقول الـ يعني الفضاء الواسع لتكنولوجيا المعلومات, يكون عندنا وعي وامن في خاص بالمعلومات بتاعتنا. لو اتكلمنا عن الذكاء الاصطناعي والرأي العام, الذكاء الاصطناعي هو ممكن يأثر عن الرأي العام, ممكن يأثر على الرأي العام في الأخبار. احنا ممكن نقول اللي احنا اكتر يعني اكتر شعب بنجري ورا اي خبر من غير ما نتحقق. مش احنا, هو برضه يعني سيكولوجية كتير من الشعوب, يعني حتى الشعب الامريكي الشعب الالماني بيجروا بس ورا, بس احنا بس دايما هنا يعني بس في ناس بتقرا بالظبط كده, بتشوف السورس بتشوف بالظبط كده, لكن احنا هنا يعني دايما احنا اللي احنا عندنا الشير دايما بيبقى سريع جدا, فاحنا بنشير هنا ونشير هنا ونشير هنا, فتلاقي الخبر بسرعه قبل ما اتاكد الموضوع ده حقيقي ولا لا, يلا شير مظبوط, فتلاقي الخبر انتشر بطريقه يعني سريعه جدا. فدايما بنقول اللي احنا يكون يعني الذكاء الاصطناعي هو هيأثر على الرأي العام بأن أنا ممكن أوجه الناخبين نحو مرشح معين,
او اوجه الناس او المواطنين ناحيه خبر ناحيه خبر معين مثلا او ناحيه توجه معين. فبالتالي ليه؟ لان دايما احنا يعني استخدام النهارده ما فيش بيت في مصر ما بيستخدمش الانترنت، ما فيش بيت في مصر ما عندوش فيسبوك وبيستخدم التكنولوجيا بشكل عام. فبالتالي هنا تاثيري على الراي العام من خلال استخدام بقى برامج السوشيال ميديا، باستخدام كمان انا باكد على فكره انا باكد الخبر بتاعي وبوجه الراي العام من خلال الاي اي، لان الاي اي بيدي لي ايه؟ بيدي لي الاداه او التول اللي انا اقدر اقول اثبت بيها الخبر بتاعي، اقول يا جماعه ده في مثلا خبر معين وادي الصوره بتاعته، ده خبر معين وادي الفيديو بتاعته. فبالتالي انا مش هقدر اتحكم واقول الصوره دي حقيقيه او الفيديو ده حقيقي، انا بجري ورا دايما ورا الخبر ومعايا طبعا ومعايا التول ومعايا الادوات. فبالتالي الذكاء الاصطناعي يعني زي ما هو ليه ايجابياته هو ممكن برضه ياثر على الايجابيات للراي العام، ممكن يبقى ليه برضه ايجابياته في سلبياته في الراي العام. طيب زي ما احنا بنتكلم عن سلبياته لحد ما دلوقتي اكبر في العمليه الانتخابيه، هل ممكن استخدمه بشكل بوزيتيف او بشكل ايجابي في تحسين ودقه وشفافيه العمليه الانتخابيه، ولا ده سو فار لسه بعيد شويه؟ لا ده 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 هتبقى حاجه كويسه جدا. انا دايما بيبقى عندي السلاح ذو حدين، انا يعني الموضوع كله بيبقى راجع للشخص اللي هو بقى اللي هو في ايده الموضوع، هيتعامل بيه يعني هيشتغل عليه في الحاجات السلبيه ولا هيشتغل في الحاجات الايجابيه؟ في الحاجات الايجابيه لا، احنا اتكلمنا على السلبيات، نتكلم على الايجابيات. السلبيات اسرع دلوقتي بالظبط كده بالظبط كده، وهي الاسهل وهو ده المطلوب، يعني هو ده اللي الناس كلها بتجري وراه للاسف يعني. لكن طبعا الايجابيات انا ممكن اللي انا اجمل صوره مصر واقول والله ان الناس طبعا اهم حاجه اللي احنا عندنا المشاركه السياسيه مهما كان الناس تنزل تنتخب طبعا. وده حدث مهم جدا لمصر. فبالتالي انا ممكن اقول ان اجمع الصور اجمع الصور الجميله دي، ان الحدث ده هيبقى يعني حدث مهم جدا لمصر، فبقول يبقى عندي مكتبه النهارده واحتفظ بالصور دي، اقول ان مصر كان فيه مشاركه سياسيه للمواطنين، كان فيه ازدحام على اللجان الانتخابيه، كان فيه نوع من انواع التنظيم وخلافه. هنا كل دي حاجات ايجابيات انا ممكن استخدم فيها الذكاء الاصطناعي، وعلشان خاطر يبقى يعني نقدم دور كويس جدا لمصر في الحدث المهم ده. طيب يعني بالنسبه للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وطبعا ده بيرؤسه وزير الاتصالات، ايه من وجهه نظر حضرتك ممكن تكون الواجبات او يعني المسؤوليات المنوط بيها هذا المجلس؟ الحقيقه هي مصر يعني لو يعني كانت بتخطو خطى جيده جدا ومتميزه في نحو التحول الرقمي. المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي كان لابد ان هو يتم انشاؤه لعمل ميثاق لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. طيب الميثاق ده هيتم ازاي؟ الميثاق ده هيتم لو انا النهارده عندي جامعات وعندي طلبه بتدرس علوم الاي اي وبتدرس الكمبيوتر ساينس، لو انا بستخدم النهارده الاي اي في المجالات اللي خاصه بالدوله، فبالتالي بقدر احط هنا قوانين واقدر اقول ان القوانين دي لازم تبقى انا النهارده بنفذ القانون ده، واقدر ان انا استخدم المعلومات، لان انا النهارده في عصر المعلومات فلازم يكون عندي رقابه على الداتا، لازم يكون عندي امن معلومات، ما ينفعش يكون انا بتكلم عن الذكاء الاصطناعي وانا البنيه التحتيه عندي لا. بالتالي كل ده هي سلسله مترابطه ببعض. طيب النهارده لو احنا بنتكلم عن المجلس الوطني هنا، يعني ده هنا في بريقه امل لتحسين البنيه التحتيه في الاتصال بشكل كمان طبعا اكبر بشكل طبعا يعني بالظبط كده بالظبط. فبالتالي هنا لازم يكون عندي القوانين، ولازم القوانين دي بتبقى يعني ما بتبقاش انا مجبر عليها، لازم بيبقى في تصور كامل لاستخدام النهارده. مثلا لو احنا بنتكلم عن علم مثلا من علوم الذكاء الاصطناعي، شات جي بي تي، ممكن استخدم شات جي بي تي النهارده في ترويج السياحه مثلا لمصر. فبالتالي لازم احط ميثاق عمل، ولازم احط يعني اساليب لاستخدام الابلكيشن ده في مصر. دي محتاجة أعرف يعني من حضرتك شوية بالتفصيل، إزاي ممكن augmented reality أو الشات جي بي نستخدمه بشكل أكبر في أن احنا نروج للسياحة، لكن اسمح لنا نتابع التقرير اللي جاي. خلينا نتابع.
أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في يوليو 2021، وقد تم إعدادها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة. وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالمؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي و17 مركزا في المؤشر الخاص بالمهارات المتعلقة به. ويرجع سبب تحسن ترتيب مصر إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق هذا الإنجاز، ومنها التوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية، وتنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار، وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع في العام المالي الحالي باستثمارات 300 مليون دولار. فالتكنولوجيا لها أثر عميق على طريق عمل الحكومات وتفاعلها مع مواطنيها، حيث تفتح الباب لزيادة الشفافية وكفاءة تقديم الخدمات. وهذه الموجة المستمرة من الابتكارات قادرة على إزالة أي عقبات تحول بين الناس والفرص، وخصوصا الفئات الأشد فقرا والأكثر معاناة وتأثرا. وبفضل المنصات الرقمية التي أنشأتها الحكومة والجهات المختصة، أصبح بإمكان الأفراد أينما كانوا الوصول إلى قدر غير مسبوق من المعلومات، والعمل بوظائف عبر الإنترنت، والالتحاق بدورات إلكترونية، بل والحصول على الرعاية المنقذة للحياة عبر الخدمة الطبية عن بعد. كما توفر الخدمات المالية المقدمة عبر الهاتف المحمول بديلاً سهلاً وآمناً للنظام المصرفي التقليدي. وقد أتاحت أنظمة تحديد الهوية الرقمية لملايين المهمشين إثبات هويتهم وممارسة حقوقهم والاستفادة من الخدمات الضرورية كالصحة أو التعليم. وفي عالم تقوده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ما يسمى بالفجوة الرقمية، والتي تخلق طبقة جديدة من الفقر الرقمي، وتفاديا لهذا السيناريو تسعى الحكومة المصرية أن تعزز جهودها لضمان الوصول الشامل إلى الخدمات عريضة النطاق، ومنح الناس المهارات والموارد التي يحتاجون إليها للمشاركة في الاقتصاد الرقمي مشاركة كاملة. مرحبا حضراتكم مشاهدينا، وبعد ما تابعنا التقرير الثاني في حلقتنا النهارده ولسه فاتحين ملف الذكاء الاصطناعي في الانتخابات الرئاسيه المصريه، ومره تانية برحب بمهندس يوسف الدالي خبير الذكاء الاصطناعي. ولو اتكلمنا عن حمايه الانتخابات من الهجمات السبرانيه، ممكن يعني احنا ضمنيا حضرتك قلت ده في اجابات من اول الحلقه مع الملف، ولكن بخطوط عريضه كده. هو طبعا الامن السيبراني هو طبعا يعني نوع من انواع يعني التكنولوجيا الحديثه. كل الحكومات النهارده بتبدا ان هي تحط برضو خلينا نقول مفاق عمل للامن السيبراني. النهارده انا عندي داتا المواطنين كلها، لو احنا بنتكلم عن الداتا بتاعتنا هي موجوده على الويب سايتس وموجوده على الانترنت وموجوده على الحاجات الخاصه، لو احنا بنتكلم داخلي على الحاجات المواقع الخاصه بالدوله. فبالتالي لازم يكون عندي تامين عالي جدا للهجمات السيبرانيه ضد، طبعا ممكن يكون اشخاص ممكن يكون دول، مش شرط يكون شخص، يعني مش شرط ان اللي انا بحمي نفسي من شخص، ممكن يكون احمي نفسي من دوله، يعني في دول شفناها بيتحصل لها هيكينج برضو. فبالتالي لازم يعني درجه التامين العاليه لتامين المعلومات هي من الحاجات المهمه جدا. اللي انا النهارده داخل على عمليه انتخابيه، فبالتالي عندي كل الاسماء بتاعه الناخبين موجوده واعرف لجنتك، فبالتالي لازم يكون عندي تامين كامل للداتا دي، بحيث الداتا دي اتحقق منها تكون سليمه، ما يكونش مثلا فيها اي نوع من انواع يعني التلاعب بيها. فبالتالي يكون الويب سايتس الموجوده وخدمات الانترنت كلها مفعلة الفاير رولز او مفعلة طرق التامين العاليه عشان اقدر ان انا احمي الداتا بتاعتي ضد الهجمات السيبرانيه. فبالتالي هنا الانتخابات، لو احنا بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي والانتخابات الرئاسيه، نقطه مهمه جدا ان النهارده انا باثر على العمليه الانتخابيه زي ما اتكلمت عن طريق استخدام الصور واستخدام فيديوهات، فممكن كمان استخدم الموضوع ده في اخبار، يبقى اعمل خبر عن طريق الاي اي، واعمل
واستخدم البرامج اللي هي الديب فيك واقول ان الحاجات دي حصلت في حمله المرشح فلان وفلان وفلان. اثر هنا على العمليه الانتخابيه، انا ممكن هنا اثر على مصر كلها. طب فبالتالي هنا زي لازم زي ما حضرتك بصدر صوره اخرى لمصر للانتخابات. فلازم يكون عندنا حظر حظر من الـ من الـ من الشائعات من الاخبار، نتحقق من الاخبار، يكون عندنا نوع من الوعي الكامل في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يكون عندنا تأمين للداتا بتاعتنا، ويعني يبقى يعني الناس كلها تقدر ان هي بقى تشارك في الانتخابات، وده حدث مهم جدا، وكل واحد يعني يقول يعبر عن رأيه، وربنا يحفظ مصر يا رب ان شاء الله. ودي من هنا احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك ان احنا كلنا نتوخى الحذر، خاصة ايام الانتخابات الرئاسية، يعني من بكرة ليوم الثلاث. مش لازم كل الصور شير، ومش لازم كل يعني نتحقق ده ايه اللي بنعمله شير، ايه اللي بنعمله فورورد، ايه اللي بنبعته، ايه اللي بنصوره، علشان ما يتمش استغلال او يعني الاستغلال واستخدام ده بشكل سيء يسيء لمصر وللعملية الانتخابية باي شكل من الاشكال. بالضبط. طيب مهندس يوسف، خلينا قبل الفاصل مع التقرير كنا بنتكلم عن الترويج لمصر من خلال الشات جي بي تي. هو النهارده الشات جي بي تي ده ابلكيشن اقدر ان انا اوجهه في الاستفاده بيه بالسياحه. طيب ازاي؟ اللي انا ممكن اغذي الابلكيشن ده بمعلومات وصور وداتا للسياح. النهارده كمان طرق البحث، يعني احنا كنا زمان كنا ما بنيجي نبحث عن حاجه كنا بنبحث عن جوجل. النهارده خلاص يعني طرق البحث طبعا بيبقى في تطور دايما، التكنولوجيا المعلومات بيبقى عندها ابديتس وعندها تطور. النهارده مش هروح هسال جوجل، فانا هسال شات جي بي تي، فاروح اسال شات جي بي تي مثلا انا سايح وعايز اروح مصر، ايه هي المعالم السياحيه، ايه هي الاماكن المفضله مثلا، لو انا بتكلم عن السباحه، بتكلم عن الاهرامات، عايز اعرف بس هل هنا الشات جي بي تي او الجيني الاي اي، بحس اوقات ان السورسز somehow limited، يعني انا اوقات بساله في حاجات يعني complicated شويه او يعني معقده شويه، بعدين فيقول لي انا روبوتر وانا ما عنديش معلومات عن الموضوع ده، وانا كل معلوماتي يجيب لي كلمتين. مزبوط. بس ما هو عشان كده هو لسه جديد، عشان لسه ما تغذاش بالديتا لكن انا النهارده عندي منافس لشات جي بي تي اللي هو براند ده تبع جوجل. فهو يعني بنقول ان هو كويس، لكن احنا لسه لحد دلوقتي هو تحت التجربه يعني. لكن شات جي بي تي هو علشان خاطر احنا كلنا سمعنا عنه، وبقى يعني بقى حديث الساعه زي ما بيقول. الطلبه بيستخدموه. وشفنا دول كمان هي قفلت شات جي بي تي علشان خاطر الطلبه اكتشفوا ان هم بياخدوا الاجابات وبيحطوها كوبي بيست في الاسئله. لكن النهارده كمان انا عندي جوجل داخله في سباق الذكاء الاصطناعي بجوجل براند اللي هو الاي اي، فعامله تطور برضه كويس جدا، يعني ده هيبقى بديل لشات جي بي تي. طيب لو انا هرجع تاني اللي انا ممكن استخدم شات جي بي تي زي ما ذكرت، اللي انا يعني اغذيه بمعلومات، اغذيه بصور، بصور خاص بمعالم سياحيه موجوده في مصر، بترويج للسياحه. النهارده الاجانب بتخش تسال شات جي بي تي، النهارده الاجانب مش بتخش تسال، مش بتروح بقى على الويب سايت والطرق القديمه اللي احنا كنا عارفينها، لان الموضوع النهارده يعني تطور كامل. على فكره ممكن كمان اعمل صور واتخيل مثلا واحط صور لمصر بالذكاء الاصطناعي، فانا هستخدم الذكاء الاصطناعي كايجابي بقى، يعني الجزء الايجابي في ترويج السياحه في مصر. طيب هايل، يعني تعليق من حضرتك برضو على بشكل عام، و يعني للطلبه مثلا اللي بيفكروا يدرسوا في كليات الاي اي او الذكاء الاصطناعي، ممكن تقول لهم ايه؟ ممكن تواجههم ازاي؟ هل هي كليات الذكاء الاصطناعي في هذا التوقيت دلوقتي الموجود عندنا في مصر، هل هي انجينيرينج او تابعه للكمبيوتر ساينس بس، يعني علوم الكمبيوتر والحاسب يعني والهندسه، ولا التخصصات فيها ازاي؟ لا التخصصات طبعا زي ما حضرتك ذكرتي بيبقى التخصصات تبع يعني تابعه للكمبيوتر انجينير او الكمبيوتر ساينس، وفي تخصصات منفصله تماما. هنا الذكاء الاصطناعي ليه فروع كتير، لكن هنا يعني قبل كل ده
اللي انا النهارده بشجع الطلبه ان هي تدرس الاي اي وتدرس تكنولوجيا البيج داتا وتدرس الكمبيوتر ساينس بشكل كاملين. ده هو ده المستقبل وهو ده يعتبر يعني هيبقى في اختلاف بقى خلاص بقى في اساليب التعليم. هيبقوا جيل تاني خالص بالظبط يعني كده هيبقى يعني. وبنصح برضو ان اولياء الامور ان هي يعني توجه الطلبة بقى يعني أبنائها الصغيرين في استخدام بقى الحاجات اللي خاصة بالذكاء الاصطناعي للأطفال، لأن ده هو يعني هو ده المستقبل اللي جاي. لكن احنا عندنا أكتر من علم، عندنا أكتر من مجال، المجالات كلها هتبقى تشتغل بعد كده بالاي اي. قلتها وهقولها تاني ان في وظائف هتنتهي باستخدام الاي اي. اتفقنا المره اللي فاتت يا مهندس يوسف يعني احنا تقريبا مش هنبقى موجودين سيريا هتبقى موجوده مكاننا. لازم نبدا ناهل بالزبط. نفسنا من دلوقتي لان الموضوع كله بيستخدموه في الحروب دلوقتي يعني بيستخدموه في كل حاجة، بيستخدموه في الحروب وفي الحاجات وفي الطب في الطب خلاص بقى بيدخل بشكل رسمي في يعني في اليابان في سويسرا في كل في كل الدول دلوقتي خلاص بقى فروع الاي اي بقت دخلت خلاص في كل المجالات. فطبعا مصر هيبقى ليها طبعا يعني حدث مهم جدا اللي هي تستخدم بقى عندنا بدأنا الحمد لله بيستخدم في operations في العمليات هنا في مجال الطب بالضبط. يعني بدأنا الحمد لله ان احنا هو نعمل جامعات هيبقى في تكنولوجيا للتعليم هتبقى متطورة، هيبقى عندنا كمان يعني أساليب مهمة جدا وحديثة في تكنولوجيا المعلومات إن شاء الله في المستقبل. ده اللي احنا بنتمناه وبيكون بنتمنى ان يكون جيل واعد وواعي بحروب الجيل الرابع والخامس وهي دي بالفعل حرب المعلوماتية وازاي ممكن بالفعل يتصدوا لها علشان يقدروا لان هي كلها بتكون خاصة بالامن القومي للدول يعني او دولهم يعني. فمن هنا بنتكلم عن ان الوعي مهم جدا وتشكيل الوعي وتشكيل وصناعة وعي هذا الجيل من هنا بتكون مهمة جدا. ويعني في النهاية يعني إثباتات يعني ما يتم استخدامه من سلبيات للذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية مش دايما بيتم إثباته يعني ما تم إثارته في الانتخابات الأمريكية الرئاسية الأمريكية وأن الصين استخدمت حسابات مفبركة للتأثير على الناخب الأمريكي، هل ده تم إثباته بالفعل ولا لسه يعني في حرب اتهامات وأقاويل فقط؟ لا هو يعني هل ده إثباته بيكون إلى حد ما سهل ولا طبعا هو إثباته بيبقى ما بيكونش صعب إثباته، بس طبعا ده بياخد وقت. ليه بياخد وقت؟ إنه بيعدي على طول وبيعدي على بروجرامينج كتير جدا عشان أتأكد إن فعلا إن في حد دخل مثلا باكونتس غير موثوق فيه او في صور او في فيديوهات تم انشائها مثلا بطريقه غير اخلاقيه او معموله بالذكاء الاصطناعي. كل ده طبعا هو انا النهارده بقدر اتحقق طبعا ان يكون الحاجات دي معموله بالاي اي او مش معموله بالاي اي، بس طبعا عن طريق التول دي عشان التول دي اقدر ان انا اثبتها النهارده للراي العام او للناس بتاخد وقت. عموما هي حرب معلوماتية، حرب وعي، ويعني وكل هي وعي دي أهم حاجة بالزبط. وعي إن الناس كلها يبقى عندها وعي تكنولوجي، دايما بحط تحت منها 100 خط إن أو حتى لو وعي أو لسه حتى لو ما عندوش الوعي التكنولوجي يبقى عنده وعي إن في خطر، في حاجة اسمها دلوقتي ذكاء اصطناعي، في خطر بيهددنا فنحن ناخد بالنا واحنا بنتعامل هنا بشكل دقيق يعني زي الجراح اللي بيمسك مثلا عضو من اعضاء الانسان. فهنا لازم يكون في وعي بحساسيه الموقف دلوقتي بالظبط في جميع الجهات. مهندس يوسف الدالي خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، خلينا نشوف تقريرنا الاخير في حلقتنا النهارده ونرجع لحضرتك. خلينا تتزامن انتخابات الرئاسة المصرية 2024 هذه المرة
مع تطور كبير جدا في الذكاء الاصطناعي يجعل صناعة المحتوى أسهل مما كان الوضع عليه في السابق، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على العملية الانتخابية. لذا أقرت الحكومة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في انتخابات الرئاسة المرتقبة بهدف السرعة في الحصول على المعلومات. التحول الرقمي أو الرقمنة، الاتجاه اللي بتسير فيه الدولة دي، جميع دول العالم متجه هذا الاتجاه، لأن دي بيوفر جهد ووقت ويؤدي إلى دقة العمل والسرعة في إنهاء العمل. فالتحول الرقمي مهم جدا، رغم أن له فوائد هو له مخاطر. ففوائده مثلا، لو قلنا أن احنا في عملية الانتخابات الرئاسية، أن بيؤدي إلى الشفافية في هذه الانتخابات، نظير أن استخدامه في دقة التسجيل الناخبين ودقة آليات الفرز، ودي بيقلل الجهد والوقت ويؤدي إلى الشفافية، وبيمنع عايزين نقول المخالفات الانتخابية. البيانات كلها دلوقتي بقت موجودة بشكل رقمي. عندنا الخدمات المالية يمكن أكتر منطقة منورة في موضوع استخدام التطبيقات هي الخدمات المالية البنكية والمصرفية والمالية. وزارات نفسها زي وزارة التربية والتعليم بدأت تشتغل، فإحنا عندنا في تجارب الاختبارات رقمية، في منصات تعليمية، في نقدر الطالب يتعلم في البلندد ليرنينج، والتعلم موجود بشكل كبير جدا. الخدمات نفسها بقى ينفع وانت في البيت تقدر تأدي خدماتك، تقدر تقدم على حاجات كتير جدا. احنا وفرنا وقت، وفرنا موجود، الى جانب ان الدولة نفسها بدأت تعد الناس للوظائف الجديدة. زي ما حضرتك عارف ان احنا كتير جدا من الوظائف، معظم الوظائف الموجودة دلوقتي هتنتهي مع التحول الرقمي، وهيبقى في وظائف أخرى للتعامل مع هذه الآلية. خطوات وفابة قطعتها الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، والتي تهدف من خلالها إلى تبني أحدث التكنولوجيات العالمية ودعم الفكر الابتكاري لخلق مجتمع رقمي متكامل يتم من خلاله بناء الإنسان المصري وتطوير قطاعات الدولة وتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لسه مع حضراتكم مشاهدينا في ملفات وملفنا النهاردة، الذكاء الاصطناعي والانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وخاصة واحنا بنتكلم مع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية لمدة 3 أيام من 10 ديسمبر حتى 12 ديسمبر، واختيار رئيس لمصر حتى 2030. وبنتكلم مع خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي مهندس يوسف الدالي. مهندس يوسف، مرة تانية برحب بحضرتك. واحنا بنتكلم عن الاي اي او الذكاء الاصطناعي، فروعه كبيرة ومتشعبة مرعبة. لو اتكلمنا عن الديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي، وده مصر بتتجه له دلوقتي بشكل ايضا قوي وكبير جدا، وفي استراتيجيه ايضا خاصه بالتحول الرقمي ورقمنه مصر، ممكن نقول عنها ايه؟ هو الحقيقه التحول الرقمي احنا شفناه من ازمه كورونا، شفنا مصر اتعاملت ازاي من ازمه كورونا، وشفنا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ازاي ساعدت مصر علشان تخاطر يعني الازمه اللي كانت موجوده. لكن مصر استفادت من التحول الرقمي ومن أزمة كورونا في إنشاء مراكز الإبداع اللي خاصة بالمراكز الإبداعية التكنولوجية اللي موجودة، باللي احنا النهاردة يبقى عندنا المبادرة بتاعت مبادرة أجبال رقمية، مبادرة منصة مصر الرقمية، كل دي فروع خاصة لمصر في التحول، في التحول الرقمي. أنا النهاردة بعمل تحول رقمي مش شرط للمواطن ده، أنا بعمل كمان للناس اللي حابة تدرس وحابة تعرف أكتر عن التحول الرقمي. الحقيقة احنا يعني نقدر نقول ان في تطور هائل شايفينه في استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل ممتاز جدا. مش هنقدر نقول احنا يعني جينا مثلا كنا مفترض نعمل كذا وكذا وكذا، لكن هنقدر نقول ان احنا ماشيين على الخطى يعني الممتازه.
الممتازه ولا الخطه الجيده؟ ممكن الممتازه والجيده يعني. لا في فرق. طبعا في فرق. يعني احنا لسه يعني نعتبر في بدايات لكن ولا في لكن بالظبط في مراحل متقدمه. احنا في مراحل متقدمه مش في البدايات، احنا عدينا الكلام تمام. ده لكن احنا في مراحل يعني كويسه جدا اللي احنا نقدر نقول هيبقى عندنا في 2030 بقى عندنا ان احنا خلاص بقى نستخدم كل الاي اي ده في الـ في الـ في الـ يعني لو بنتكلم على اخر ليفل اللي هو الاي اي، هنتكلم هنستخدم الاي اي في كل المجالات اللي موجوده في مصر كلنا نقعد في البيت. لكن حضرتك لا تمام هتكمل يعني. فبالتالي لا يعني النهارده مصر في الحقيقه في توجه من الدولة ان يكون عدد المراكز الابداعية اللي موجودة في التكنولوجيا اللي خاصة بالتكنولوجيا المعلومات، هي طبعا العدد يكبر عن كده. توجه بقى التحول الرقمي ورقمنة الاعمال، احنا في عندنا حاجة كويسة جدا الحكومة عاملاها، منصة حوار. منصة حوار دي حاجة ممتازة جدا، دي جاي من تفاعل برضو الحكومة مع المواطنين، بتطرح عدة موضوعات زي البنية التحتية والتحول الرقمي والتحول الرقمي في التعليم. كل ده الدولة بتهيئ ان هي يبقى عندها الملف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللي هي تهتم بيه اهتمام جيد جدا في المرحلة القادمة. احنا اكيد هيكون لينا لقاءات تانية يعني طبعا طويلة ومفصلة وملفات كبيرة نفتحها مع حضرتك في الامن السبراني بشكل مفصل، وفي الاي اي وفي الميرافيرس يعني، لانه كل كلمة من دول او كل ترمينولوجي او كل مصطلح من دول محتاج فعلا ملف كبير نفتحه مع حضرتك في مرات قادمة. مهندس يوسف الدالي خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بشكرك شكرا جزيلا. والوعي ثم الوعي ثم الوعي في التعامل مع هذه المرحلة، المرحلة دقيقة في تاريخ مصر. الرهان دايما بيكون على الشعب المصري، الشعب المصري الواعي اللي بيعرف امتى يصطف خلف وطنه وامتى بيعرف مصلحة وطنه، لأننا دايما نختلف ونتفق على مصلحة الوطن. والسؤال قلنا من ستنتخب ليس هو السؤال، الأهم هو أن ننتخب. وكل التوفيق لمصر، وأكيد هنشوف إن شاء الله مشهد مشرف يليق بمصر وحضارة مصر. كل شكر لكم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة، ابقوا دائما أصحاء وابقوا دائما معنا، تحياتي.